الله والابن والروح القدس والاله الواحد ابانا الذي في السماوات لكن الفرصة كانت قصيرة وكانت سويت محاضرة بهاي الكنيسة يوم الاثنين 31 تموز بدعوة من أبونا مانويل. الموضوع كان الحياة الجديدة في المسيح عن الأنا الكاذب. موضوع اليوم شوية يختلف، يمكن راح يساعدنا على التفكير بما يخص التعامل مالنا مع الماضي. أسمينه التعامل مع الماضي والاهتداء. الشعوب، كل الشعوب تهتم بالماضي مالتها، تحب الماضي، لكن التعامل مع هذا الماضي قد يكون فخ، قد يكون خطأ، لأن بعض الاهتمام بهذا الماضي يعكس إما عدم ارتياح بالحاضر أو خوف من المستقبل. هذا الماضي قد نلقينه في كتب التاريخ، قد نلقينه في القصص والحكايات، قد نلقينه عند الشياب والعجايز لمن يحكونا أيام زمان، وخاصة في المهجر أتصور اللجوء إلى هل حكي مال أيام زمان، إن كانت في الموصل أو في القرى أو في بغداد. وقد يأخذ هذا الاهتمام بالماضي أشكال. نجمع نجيب ويانا، أنا شفت أنه الأدب المهجري بينه حكايات قديمة، حكايات جدتي، بينو أغاني، بينو تراتيل، بينو أناشيد. سمعتوا تراتيل هون في بعض الكنائس، ما بقى نقولها أبدا في العراق. تراتيل كن برينا منها هون، يعني طورنا شوية في تراتيلنا، لكن هون الحفاظ على هذا الماضي قد يبدو أهمية، يأخذ أهمية. شفتوا أيضا أنه المسرحيات، مثلا المسرح المهجري يأخذ من هذا الماضي، إما بطريقة فكاهية يضحكون على عاداتنا وتقاليدنا بالزواج وكالو خماسة والعادات والتقاليد اللي كانت موجودة بأيام زمان، أو على طريقة أكلنا أو شربنا بالماضي. لكن هذه السخرية هي أيضا نوع من الحنية إلى هذا الماضي. الاهتمام بالماضي لو نجي نحلله حاجة بشرية، نبحث في هذا الماضي عن فد شيء حتى يثبتنا بالحاضر، وحتى يساعدنا أن نأخذ اتجاه المستقبل، أو حتى نفهم حاضرنا وجودنا هوني. يمكن كثير من الناس بالمهجر يتساءلون بعد مدة من الزمان، أنا ليش هوني؟ أنا شنو معنى وجودي في هذا المهجر؟ الماضي هذا نفسه أنا أقول يحتاج إلى أن ندرسه. أشنو اللي باقي في كتب التاريخ؟ لمن واحد يأخذ قلم ويقعد يكتب التاريخ، أي شيء يختار من التاريخ؟ أكيد كل إنسان يكتب التاريخ هو إنسان منحاز. ليش؟ لأنه راح يستنقي من أحداث الأيام أشياء هو تصرفه وما تصرفنا إحنا.
يعني حتى بالإنجيل في مرات ناس يسألوني أشو الإنجيل ما يحكي ولا شيء بين 12 سنة و 30 سنة من عمر المسيح، ليش ما يقول شيء عنه؟ ليش ما اهتموا بهاي الفترة؟ ليش ما يقولون ايش كان ياكلون؟ شلون كان يشربون؟ شلون كان يلبسون؟ ما عندنا معلومات عن ذاك الوقت، ليش الإنجيل ما وصف لنا شكل يسوع؟ هل كان شعره أصفر، عيونه زرق، عيونه سود وشعره كعوض؟ أشو كان؟ ما عندنا وصف لشكل المسيح. كتابة التاريخ أيضاً هي كتابة معرضة للتغيير وللتقلبات، وأكو أيضاً مدارس عديدة واتجاهات، وأكو مواضيع ممنوع ذكرها في التاريخ. يعني اكو اشياء بالتاريخ صفحات نقدر نقول يا صفحات سود، كثير مرات كتب التاريخ ما تحكي عنها، ما تذكرها، فلان ذبح حلقه ناس هاي ما يذكروها او يعبرون فوقاتها او ينقسمون حول هذه المواضيع. اذا كثير مرات الذكريات او الماضي نفسه او كتب التاريخ ما مهمه فيما تذكر، مهمة في اللي ما تذكره أيضا مهم، لأن عقلية الناس اللي كتبوا هاي الكتب، عقليتنا نحن في تعاملنا مع الماضي هي كاشفة لنا بالضبط، مثل الحلم، شلون الحلم يكشف صاحبه هالشكل. إذا تعاملنا مع الماضي تكشفنا، تكشف ضغوطاتنا، تكشف مشاكلنا الاجتماعية والسياسية. يعني كثير مرات الإنجيل لو نقرانه بهالعين الناقدة كثير أشياء راح نفهم. مثلا سفر الرؤيا لما يقول يوحنا سقطت بابل، يجي واحد يقرأ يقول ليش يقول سقطت بابل؟ ايش عنده ضد بابل؟ بابل كانت مدمرة زمن اللي كتبت، صار لها 400 سنة مدمرة بابل، ليش يقول سقطت بابل؟ هذا الشخص كان يكتب الإمبراطورية الرومانية يخاف يقول سقطت روما الإمبراطورية الرومانية، فكتب سقطت بابل. القاري المسيحي كان يفهم أحكي مع الجارة حتى تسمع الحارة، يعني أدق على بابل حتى الناس يفتهمون. فبزمان يسوع أو زمان مار يوحنا الناس كانوا يفتهمون أن المقصود ما هي بابل، المقصود هي روما. فهالشكل كتب التاريخ إذن تكشف معانيات الناس وضغوطات. اللي راح احاول ادرسه في هذا اليوم في هذه المحاضره هو انه اكو فتره فعل بدائي ازاء الماضي، يعني اكو فالطريقه كلش بدائيه في تعاملنا مع الماضي. هذه الطريقه البدائيه يمكن راح تطلع بينا في معانيات بالمحجر، يعني راح يصير لنا مشاكل وقيصير لنا مشاكل، وكثير من المشاكل اللي يمكن نتعرض لها سببها عدم الاتفاق على ما هو الماضي، على ما هو مهم في هذا الماضي. يعني جينا كثير مرات بعجلة، جينا من البلد، فجبنا ويانا ذكريات قريبة المدى، ذكريات متوسطة المدى، ذكريات بعيدة المدى، جبنا ويانا شوية ثقافة، جبنا ويانا شوية عادات، شوية تقاليد، شوية طقوس، شوية عبادات، شوية ديانة مسيحية أخذت شكل سرياني في منطقة، شكل كلداني في منطقة أخرى، شكل آثوري أو نسطوري في منطقة أخرى. فإذا وأخذت هاي الأشياء شو أخذت أهمية أكثر من اللزوم. هوني في العراق مثلا لما نفوت في كنيسة ولما يجون شباب على المحاضرة ما أقل من أنت شنو مذهبك، شنو طائفتك، شلون بالمهجر أخذت هاي الأشياء أهمية. إذا ليش هذا الانتماء فجأة صار بينه تضخم هوني؟ ليش ما كان عنده هالأهمية في هذاك الزمان؟ الحقيقة الرد الفعل البدائي إزاء الماضي، الناس اللي يريدون يحافظون على أصالتهم، على انتمائهم، على فتشي بالنسبة لهم كلش مهم، إن كان لغة أو كان طقس أو كان مذهب أو كان ديانة، الرد الفعل البدائي الأول هو التكرار. يعني الناس يريدون يوقفون الزمن فيما يخص هاي الديانة، يقولوا له لأبونا الله يخليك أنت لا تطور بالقداس، أريدك تقدس مثل ما كنا نقدس في تلسقط أو في مسكنتك قبل 50 سنة.
ما بدك تغير ولا شيء، لأن أنا من أجي على الكنيسة وأنت تقول الطقس مثل ما كان ينقال قبل 50 سنة. وكأني رجعت لذاك الوقت. شوفوا أكو رد فعل بدائي تكرار، وهذا التكرار قد يظهر ما فقط في إرغامنا القس أن يقدس مثل ما كنا نتمنى نحن بذاك الزمان، مثل ما تعودنا علينا وطفولتنا، لكن هذا رد الفعل البدائي أيضا قد يكون على طريقة احتفالاتنا، حفلات التناول الأول، زواجاتنا، الزواجات نتمنى أن تكون هي قبل 50 سنة وهالساعتها، نفس الأغاني، نفس الزرنة، نفس الموسيقى، نفس الرقصات، وكأنه سيناريو ما لازم يتكرر. في هذا التكرار احنا عندنا فد شعور بدائي، هذا الشعور بعيد عن الواقع، بعيد عن الواقع اللي يفلت من ايدنا، وكأنه يحلم الانسان، يعني ما يكون بالبلد يقولون تراب بعيد دوا العين، فكنا نقول امريكا، كلكم تصورون امريكا في الدعوي، لما جيتم على امريكا شفتوا امريكا اقل مما كنتم تتصورون، امريكا غير ابد غير شكل هي، فما بقى لكم تراب بعيد دوا العين، لان هسه تقدرون تركبون طياره وتروحون وين ما تريدون وتشوفون ان الدنيا هي والمعاناه هي والمرض هو والشيخوخه هي والموت هو. فاذا ما بقى تراب بعيد دوا العين بالنسبه للمهجر، ايش يبقى؟ شنو دوا العين؟ راح يبقى الماضي، وكانه ذاك الزمان هو الزمان النظيف، هذا زمان وسخ، الحاضر هو وسخ، شيء اللي اشوفه بالتلفزيون، شيء اللي اسمعه بالاخبار، شيء اللي يصير حوالينا بالعوائل بالمهجر، الله الوى على ذاك الزمان اللي كانت فيه الناس تتزوج وما تطلق، اللي كانت فيه الناس تاكل وتقنع، اللي كانت الفلوس عنده اهميه بس ما هالحد، هسه اعتلى رب فينا من الدولار وننزل حدر وكلتنا نحكي على كلتنا، بس نحط هذا الزمان الماضي في على مكان ها على مرتفع ونقدسه، نقدس امهاتنا، نقدس ابونا لمن تزوجوا لمن عاشوا، ونرسم في صوره قدسيه، فيتحول هذا الزمان الماضي الى اسطوره، فما بقى يبقى الاتصال مع هذا الزمان الماضي الاسطوري. ايش راح اسوي؟ راح احط صوره المرحوم، صورة المرحوم وصورة هذول الناس القديسين اللي أنا أقدسهم، الجدي وجدتي أقوم أحطهم في زاوية خاصة في بيتي، وهالشكل أحاول بأحكي لأولادي أنه أخليهم يقفزون إلى هذا الزمن الآخر وأنقلم إلى هذا الزمن حتى أخلصهم من ملل الزمان الحاضر، لأن يعني الحاضر الواقع أنا ضيج منه، والملل اللي يقتلني اللي يسيطر علي في هذا الزمان الحاضر احاول ان اخففه باني انتمي الى هذول الناس العظماء، وجدك الله يرحم والدك ويرحمهم ايش كان يسوي، ويلتقي مثلا بالشيخانه ويذكرون ايام زمان، انا اتصور 90% من احاديث الشيخانه هي على ايام زمان وايش كان يصير من المقالب والحكايات والقصص اللي تتكرر من جيل الى جيل. فايش نسوي؟ يقوم الإنسان يسوي، يقع في التقصية، يقع في التقصيات الاحتفالية مثلا الاحتفالات، ويحاول أن يطلع طعم من شيء ما بينه طعم، من حياة ما بيها طعم، فيقوم الإنسان يأخذ شخصيات مثلا سنحاريب او مثلا سرجون الاكلي، راح يقوم هذا الانسان ياخذ الاهميه كلش كبيره، راح نسمي نادينا نادي سرجون، نادي سنحاريب، احنا ما نعرف شيء عن هذا الرجال، ما نعرف، ابسط شيء نعرفه هو ان هذا الرجال كان وثني، ها؟ ما كان مزيان، صحيح كان جدنا، صحيح اخذ اهميه لانه كان ملك، بس تاخذ هاي الفتره الملوكيه اهميه ما حتى ندرسها، لا، كل شيء ما نعرف عن سرجون، كل شيء ما نعرف عن سنحاريب، كل شيء ما نعرف عنه، بس انه هذول وكانه هذا الاسم المطنطن يكفينا حتى يهدئ من الخوف مالنا من الحاضر من المستقبل. فاذا
فيقوم يقوم الماضي هذا يقوم يتصفى يتفلتف. يعني دخيله ندخله الماضي بفلاتر ونقوم نتعارك على الماضي. انت تنتمي الى العشيره الفلانيه، انت لا تنتمي الى المنطقه الفلانيه، وكانه يقوم هذا الماضي بدل ما يكون موحد لنا يكون يصير سبب انقسام لنا. ف تعرفون بالماضي ايش كانوا يسوون؟ جماعه عندهم الاله مردوخ، وجماعه يعبدون الاله مثلا نينوردا، يتعاركون. جماعة مردوخ ينتصرون على جماعة الإله نينورتا، فيقولون إلهنا انتصر على إلهكم، فيرسمون الإله نينورتا ريكع قدام الإله مردوخ. ليش؟ لأن بطحناها. إله مالتهم انبطح، وإحنا إله مالتنا انتصر، لأن إلهنا هو الأحسن. فكانت الشعوب بأديانة البدائية تخلق أساطير من خلال الواقع اللي تعيشه هي. هاي شوية شوية الملوك مالتهم تحولوا إلى آلهة، القياصرة تحولوا إلى آلهة، الفراعنة تحولوا إلى آلهة، ملوك إيران تحولوا إلى آلهة. الشاه قبل سقوطه بكم سنة سوى فد احتفال كلش ضخم على مرور 2500 سنة على تأسيس الإمبراطورية الفارسية العظيمة. منه مؤسسة داريوس كان يشوف نفسه تجسيد للإله اللي قتل التنين، اللي كان عنده ثلاث رؤوس. والتنين أشنو هو؟ داخل الفكر الديني، تعرفون عدة تنانين كثيرة بالفكر الديني مالتنا، ما حاجة نروح بعيد، عندنا مع القرقيس والتنين مالته. دائما التنين هو رمز للعدو، مذكور التنين في سفر الرؤيا، مذكور في كتاب إرميا النبي، مذكور في الأسفار القديمة المنحولة في مزامير. فالناس يحاولون أن يأخذون هذا الماضي، شوفوا من الزمان القديم، يحاولون يأخذون هذا الماضي وينفخونه فيكبر الملك ملك عادي، وإذا فجأة صار إله، صار جبار، صار يقتل التنين. عقليتنا نحن يمكن ما قد نصنع من القادة مالتنا هالقتلة مال التنانين، بس نحن أيضا قد نتعامل مع الماضي بنفس الرغبة البدائية. فالشعوب القاهرة أو المنتصرة ترسم لنفسها صورة عن الماضي مالها تختلف عن الصورة اللي ترسمها الشعوب المقهورة. هالشكل في قصصنا الدينية لما نقرأ بعض الكتب مع القديسين كثير مرات إذا الواحد بس شوية شغل دماغه يقول يعني ما معقولي أنه هالقديس كن عمل كل هالقصص. أكو هالقصص يعني ما تخش بعقل، بس العقلية الشعبية ايش كنسوي؟ مثل ما كانوا أجدادنا ينسبون إلى أبطالهم هالأساطير، نحن هم يعني ما أتصور أكو فالتنين كان ياكل بنات وكان جاء مارغورغيس وقتل. هاي القصة مارغورغيس هو أشهر قديس عندنا على الإطلاق بعد مريم عذراء. أكو الكنائس اللي تحمل اسم مارغورغيس بعد مريم عذراء أكثر شيء، خاصة في أوروبا، يعني في بريطانيا، من بريطانيا إلى الجزر اليونانية. إذا تروحون على اليونان نص الكنائس إيبانايا يعني مريم العذراء، ونص الله شوية أقل من نص الله أيورغوس مارغورغيس، والبقية الكم قديس. ليش هذا غورغيس أخذ الأهمية؟ حقيقة أنا أردت أسوي دراسة يعني على تروح الدكتوراه على مارغورغيس، لأنه كلش مهم أنه نفهم شلون الشعوب التعبانة، الشعوب المكفوخة تدور على هالمخلص اللي يجي حتى يخلصها من التنين. حقيقة القصص هاي رمزية، التنين هو العدو، هو الغاشم، هو اللي ما عنده منطق، هو اللي ياكل بنات يعني ياكل عزمة عندنا يجي، فيجي هذا البطل يخلص البنت بنت الملك. فأكو رموز، أكو رموز، ما ندخلكم بالتفاصيل مع قصة مارغورغيس، بس هي قصة كلش حلوة، لأن غورغيس باليونان يعني الفلاح، لأن يعني المسيحية انتشرت إلى القرن الرابع، انتشرت بالمدن، وفلتت الريف فلت من إيد المسيحية، فأرادوا يكسبون الريف، خاصة بعد ما قسطنطين عطى الحرية للمسيحية.
ففسدت المدن. فرادت المسيحية تنقذ ما يمكن إنقاذه من المسيحية بالقرى، فبعثت إلى الأرياف مبشرين، هم الرهبان الأوائل. فالمبشرين خلقوا شخصية أسطورية نسميها الفلاح النقي، جورجيس يعني باليوناني يعني فلاح النقي، اللي راح يخلص البنت اللي هي الكنيسة من التنين اللي هو المدينة. وعندنا عندنا كثير أدب ضد المدينة، خاصة في كتابات أخذ مار باسيليوس وغريغوريوس. القديسة ماكلين كانت تكتب له الأخوة أنه اترك أثينا الملعونة وتعال إلى القرية حيث النقاء والصفاء والديانة الحقيقية. بدوا يفزعون، ولهذا ولدت الحياة الرهبانية كهرب من المدن. ولدت في مصر وولدت عندنا في منطقتنا في النهرين كهرب من المدن، يعني المدن تفسد. إذن عندنا شخصيات أسطورية، والشخصيات الأسطورية ما شرط تكون سنحاريب أو مارغورجيس أو أشياء بعيدة. ممكن الشخصيات الأسطورية تبني من قصة كلش بسيطة، يعني ننسبها إلى ناس عاشوا هالساعتها. في وقت الحرب العراقية الإيرانية انكتب كتاب كتبونه أهل قرية أمرا مرسوريشو، يعني قرية سبريشو، كتبوا عن هذا القديس. طلبوا من أبونا ألبير أبونا أن يكتب له حياة هذا القديس، وجبرونه أن يكتب كل الأشياء القوية اللي تنسب إلى هذا القديس. فهو خضع يكتب له الكتاب، طلبوا منه يكتب الكتاب، كتبه. فلما أخذنا له الكتاب قلنا له يعني أنت شلون تقبل على حالك أن تكتب كتاب؟ قال لي مراد وش عمل له؟ ايش من كتب مثلا؟ قل فد واحد من هاي القرية كان يحب مارس بريشو، بالحرب العراقية الإيرانية كان خلص العتاد وكان صار المعارك بالسلاح الأبيض وبالقيد عرفون بالسكاكين العراقيين والإيرانيين. فواحد من هاي القرية اشتهى جيجارة، وهو قيد عارك اشتهى جيجارة، فطلع الجيجارة ما عنده شخاطة، قالوا هذا الإيراني قالوا بالله ما تورد له الجيجارة. يقول ورد له الجيجارة وما استبرشوه كأنه غوش على عيون الجندي الإيراني وما قتلوه، ورد له الجيجارة شوف ربك ما استبرشوه قديس عظيم خلانه ما يقتلوه. فأساطير مثل هذه، قصص مثل هذه، ويقومون الناس يتناقلوها، وجبرون أبونا البير أنه يكتبها في حياة مارس بريشوع في هذا الكتاب. حقيقة قصص مثل هذه تختلط بالديانة، وكثير مننا يمكن إذا قدمنا ديانة من هذا القبيل إلى أولادنا، خاصة إذا أولادنا تثقفوا ودرسوا إيه هو كان ابن الله. لما نقول مريم العذراء تألمت من الأحزان، إيه لأن مريم العذراء هي محبول بها بلدنا أصلي، لأن هي خارج البشر. وكأنه نبرر نفسنا ونطلع نفسنا خارج قوس ونحط خط فاصل. هذا الخط الفاصل مع الزمن حتى نقول مثلا شوف كان اكو قديسين قبل، ليش هسه ما اكو قديسين؟ ليش؟ هذا الزمن لأنه ما ممكن يقوم قديسين. والدليل أنا لو كان واحد يصير قديس كان لازم يكون نحن، وبما أنه نحن ما قديسين فإذا ما ممكن إنسان يكون قديس. فنتعجب شلون نتشبث في عادات وتقاليد ما بقى لها أي تأثير على حياتنا. يعني ما بقى قديسة ريتا تأثر بي كمثال بقدر ما أتكلم بذيالة حتى تجرني معاها، حتى تصعدني معاها، حتى توديني معاها، ونعطي أهمية لما بعد الموت أكثر مما نعطي أهمية لما قبل الموت. ونتساءل إذا كان أسوي أجر وأنطي للفقراء حتى يصير لي في المكان بالجنة، وعقلية الأجر والجنة هي عقلية جدا بدائية، أنه أنا أشتري الجنة والله كيف فتح لي سجل وصفحة، والله ما راح يعرف وين صار يحط الكتابات ما لسه علي، لأن أنا عندي بالسجل عندي أجر. والأجر هذا كله مصلحة أنا أنطينه للفقراء حتى الله يحسب لي حساب في ذاك الوقت ويوزن بين شيء سويتونه من زين ومو زين، وكفة الزين إن شاء الله ترجع ويعني يدخلني بالجنة. القضية هي قضية جنة وبعد الموت، بينما الحياة هالساعتها وكأنه الله ما صار إنسان، وكأنه هذه الحياة ما هي مكان لوجود الله ولوجود حياة حقيقية. وفعلا يمكن في هذه العقلية نعتبر الناس الصايمين المصلين ناس كآبة،
ناس ما يروحون حفلات، ناس المفروض ما يرقصون، وانت قص ما يصير ترقص، وانت قص ما يصير تتونس، وانت قص ما يصير تشرب، وانت ما سير ما لازم الشكل. ولهذا المصيبة هي أن المهجر مالكم أي 70 سنة هوني ما قوم إلا قصين ولا ما سير ما قامت من بناتكم. هذا المهجر ما قام منه ناس يجمعونه يشدونه إلى بعضه. هاي الديانة المسيحية اللي ما تنتج أولاد عقيمة، اللي ما تنتج كهنة ورهبات ديانة عقيمة. فإذا هاي الديانة اللي جبناها معانا أقول ما هي صحيحة، يعني ما جبتم المسيحية الحقيقية، جيتم حتى تعيشوا مسيحيتكم خارج إطار الكتلة الإسلامية اللي غشتم منها لأسباب عديدة. أوكي، بس هوني ما كل نتيجة، هوني هذا الماضي جبتمه معاكم، ما جبتم ماضي صراع مع ذاتكم، جبتم ماضي صراع مع التنين، مع أسطورة، مع فد الشاب الماضي ما عنده علاقة. ولهذا أشوف الديانة هوني وممارستها هوني، هذه الديانة ديانة استهلاكية، ديانة تقوية، ديانة أجرية، أجر، ديانة خواقة، ديانة تخاف، خاف من الله، خاف لا يكون الله يزعل عليك، خاف لا يكون الله ما يسجلك، خاف ديانة شعور الذنب، ديانة خوف من الخطية. بينما يسوع المسيح يدعونا إلى الاهتداء، إلى الاهتداء. والاهتداء إيش معناته؟ الاهتداء هو تغيير عقل، تغيير ديانة جذرية. يعني يسوع كان يهودي، يهودي تمام، ها؟ إيش سوى؟ سوى تغيير في العقلية اليهودية. العقلية اليهودية إيش هي؟ العقلية اليهودية عقلية طائفية منغلقة، تكره الأجنبي، تكره الغريب. وين ما كان يروح اليهودي، هم اليهود كان عندهم مهجر في فلسطين، كان يسكن حوالي 1,000,000 يهودي، بس بالمهجر كان أكو 4 ملايين يهودي. عدد اليهود في زمان يسوع كان 5 ملايين، وعدد سكان الإمبراطورية الرومانية كان 75 مليون، يعني نسبة عالية جدا يهود. وين ما كان يروح اليهودي كان يهودي مدلل، يعني ما يترك عاداته، ما يختلط، ما يمس شيء، ما يشرب شيء بقلاص غريب، لأنه عصري، لأنه فاصل، حد فاصل. نحن يمكن أخذنا اتجاه هذه العنصرية، هذا الشعور بالتمايز، هذا الشعور بأني أحسن، لأن ماضي مالي أحسن، لأني أنتمي إلى الآخرين. يسوع جاء حتى يكسر هذه القيود، يكسر قيود التمايز، التمايز العرقي. عندنا بالإنجيل، عدة أمثلة على هذا التمايز العرقي. يسوع لما يروح على بئر يعقوب، السامرية، السامريين كانوا من جماعة الله، يعني طائفة، قال أعطني ماء، أنت شو تطلب ماء مني وأنت يهودي وأنا سامري؟ زين أنت أحسن من أبونا يعقوب اللي أعطانا هذا البئر؟ شوفوا الانتماء إلى الماضي. أبونا يعقوب قال لو تعرفين نعمة الله كان أنت طلبتي من العطشان ماء. هذا الاهتداء مال سامرية هو اهتداء إلى أنه اللي جاي أعظم من اللي فات، أعظم من يعقوب. يسوع المسيح هدانا إلى المستقبل اللي جاي. تبارك الآتي باسم الرب وشعنا لابن داود ليأتي ملكوتك، ليأتي بالمستقبل. طوبى للجياع فإنهم سيشبعون، طوبى للعطاش فإنهم سيروون. كلها بصيرة المستقبل دي، ما هو بشي مهم. الله يتغي قوم من الأحجار أولاد إبراهيم. إبراهيم رأى يومي وابتعد، ما دلو أنت ما عندك 50 سنة تعمل نفسك أعظم من إبراهيم. شوفوا نفس المرض اللي عند اليهود، في أنه أبونا إبراهيم ويعقوب وماضي مالنا وموسى وطلعنا من البرية. يسوع جاء يطرق هذا الجكوج مالته على أصل المرض. أصل المرض هو هذا الشعور بأنه إحنا ننتمي إلى شيء عظيم ويكفينا هذا الشيء العظيم، فنحن نبعد بطالين وهذا الشيء العظيم إلى هذا. الحقيقة أكو قراءة أخرى للماضي ممكن تجعل الماضي فعال،
كأن ناخذ منه درس، كأن ناخذ منه درس الولادة. والإنجيل يقول أن الاهتداء هو عدة ولادات. لما نيجي نيقوديموس عند يسوع بالليل خوفا من اليهود، لأن يسوع كان مشبوه، يقول له كلامك مضبوط هو، بس يعني شلون؟ قال له الحق أقول لك يجب أن تولدوا من فوق. قال له شلون أولد أنا رجال شايف أدخل ببطني؟ قال له لازم تولد، مولود الروح روح ومولود الجسد جسد. يسوع دائما يميز بين ولادة الجسد وولادة الروح، يعني يميز بين انتمائنا الطبيعي ودعائيتنا بأنه إحنا قدها، وبين هذا الانتماء الروحاني العميق الضروري اللي لازم يحدث فينا. هذه الولادة الثانية اللي لازم تحدث، هذه الولادة الثانية ما هي؟ ولادة عاطفية، هي صحيح نعمد أولادنا أطفال، صحيح نربيهم عاطفيا على الشعور بالانتماء إلى يسوع المسيح، لكن أكو ولادة لازم يعملها كل واحد وكل واحدة من بيناتنا. نحن نهتدي إلى الإيمان من الوثنية، بس نهتدي من الإيمان إلى المعرفة. وهون لازم أجلب، يعني أسحب إشارة الخطر. لمن ما بقى معرفة، ما بقى دراسة، ما بقى مطالعة، ما بقى فكر، ما بقى تعليم في مهجرنا، يعني أنتم رايحين إلى تصحر ديني خطر، يعني صحراء راح تصير، يعني راح تلبس البقية الباقية من التقصيات اللي جبتمها معاكم من العراق، هاي راح تلبس، لأن ما راح تكفيكم حتى تنفعون حدا. ما تكفي، لا التراتيل تكفي، ولا التقصيات تكفي، ولا التناول البارد يكفي، ولا الاعترافات، ولا الممارسات التقصية من أجل الممارسة تكفي، إذا ما في دخول عميق في هذه الممارسة. يعني ما يكفي الإنسان أنه يدعي الحمد لله والشكر، نحن كل أحد نروح على البيعة، إيه سواد يعني. ما كل ذهاب إلى البيعة هو ذهاب، ما كل روحة للدكتور هو شفاء، رحت للدكتور ما قلت، رحت للبيعة وما اهتديت. عملية الاهتداء هي عملية مهمة جدا، عملية دخول إلى داخلي أنا، إلى لقاء مع نفسي، لقاء مع هذا الآخر. عملية الاهتداء هي أكثر من استقامة التصرفات. إذا تجون على الحقيقة، أكبر خطر أن ننسب الاهتداء إلى فقط استقامة التصرفات. يعني مثلا هذا الشيء قد سوينه البدع، يجي أبو البدعة لا يشرب جقاية، لا يشرب عرق، لا يروح حفلات، لا يروح نوادي، إنسان يقرأ الإنجيل طول الوقت، يجي يقدم لك حياته كمثال، يقول باوع القصة مالك، باوع عليك نفسك. كثير من الناس يقولون فلان كان قبل إنسان مسيحي عادي، كان هالأشياء كلها يعملها، يوم اللي دخل ببدعة شرب قهوة بدل حياته كلها. إيه ما الأحسن؟ رح نطلع بالنتيجة أن استقامة التصرفات هي الأحسن. هذا عين الخطر، لأن ممكن هذا قيب له لغم، قيب له لغم في حياته، لأنه قد يطلع من القطيع، قطيع مال يسوع المسيح راعي صالح اللي يترك 99 يبحث عن خروف الضال. هذا الاهتداء هو أكثر من أنه بس أصوم وأصلي وأصير ديانة كآبة. مع الأسف كثير من القديسين مالنا والأتقياء مالنا كن حفظنا في حياتهم بس على الجانب الكئيب من حياتهم الدينية، وربطنا هاي الكآبة. الإنسان لازم يكون دائما يبكي على خطاياه، بس ديانة لطمية. ليش تكون ديانتنا لطمية؟ ديانة يسوع المسيح ديانة فرح. مربولوس يقول افرحوا، وأقول أيضا افرحوا، الفرح الحقيقي فرح بالرب. ديانتنا ما هي ديانة أنه
لازم اصوم واصلي وانطي للفقراء بس، الحمد لله والشكر كمان في الديانه. يسوع يقول ان الكريسي سواها. ديانة ما هي ديانة أخلاقية جاء يسوع من السماء حتى يصير إحسان بس حتى يقول كنوا فجولات. اسمعوا كلام. كملوا الوصايا، موسى قال كملوا الوصايا، شنو الفرق بين موسى ويسوع؟ شنو الفرق بين الديانات الأخرى والمسيحية؟ الفرق هو إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. الطفل هو استلام، استسلام. الطفل هو علاقة، الطفل هو شخص تحمله أمه وأبونه. إحنا بين يدين الله عندنا علاقة مع الله أبونا. هذه العلاقة تتجاوز الوكاحة والأشياء اللي كسبتوها. منو من إنه يذكر إلا بحنية كل الوكاحات اللي كسواها بطفولتي. أنا أمي كانت صيحة تقول إذا رحت الجهنم من خلف راسك ما كنت وكيح. اشكن سويته اشكن عربته. الحمد لله والشكر علاقتي مع امي ما حملتني ذنب اجد من طاقتي يمنعني ان اصير قس. علاقتنا مع الله ما هي علاقه حساب على خطايا او على اجر او على اشياء. علاقتنا مع الله هي علاقه ناس يبلغون قامتهم الحقيقيه، يبلغون قامه الفرح مالتهم. نعطي لاولادنا هذا الفرح اللي جبناه معانا، الشعور بالقيمه، الترابط العائلي، الترابط الحنين. شوفوا عوائلنا، شوفوا الحكي والتشبيه، شوفوا الانتقادات، شوفوا الاشياء المساوئ اللي نرتكبها والنواعم اللي هي قبيحه كلش، واللي هي تعتمد على بعض المبادئ اللي غير نابعه من الانجيل ابدا، واللي نعتمد عليها على اساس انا قيمه، انا عندي قيمه في ذاتي. المسيحيه هي دخول العشارين والزواني إلى الملكوت قبل الأبرار. العشارين والزواني يسبقونكم إلى الملكوت، والأولين آخرين والآخرين أولين. والخلاص ما هو للإنسان اللي يعتبر نفسه نقي، خلاص هو للإنسان اللي يقول أنا ابنك، اسم الآب والابن والروح القدس، أنا ابنك، أنا ابن الله. الله اللي يخلص والله الكامل. لما يجون على يسوع يقول له واحد يا أيها المعلم الصالح، ماذا تدعوني صالحا؟ يقول له لا صالح الا الله. شوفوا يسوع هو الطريق، يسوع هو الانتماء. الله الله هو الاساس، والاشتراك في سر الله هو سر مسيحيتنا. نحن نمارس الديانه، نمارس الاسرار كنوع من التدريب، كنوع من المحاوله للاقتراب. ما نقترب من الهوى، نقترب من شخص حي اسمه الله. الله اللي مات من اجلنا ابنه، هذا الله اللي اكل خبزنا وشرب ماينا. الله عاش بارضنا، هاي الارض اذا حلوه، اذا كيف نقدس هذا القربان؟ هذا الارض نسويها قربان، الارض فرشان. الخبز هو كله انا بعد ما اتناول بالبيعه اجي اخذ الخبز مال البيت اقول بيني تناولت هذا الخبز تبارك، صار خبز مقدس، فيصير حياتي قربان. هذاك الوقت لما أنطي للفقير أنطي لأنه أخوي، لأنه ابني، يعني ما ممكن أترك ابني جوعان. كل فقير هو أخوي، كل فقير هو ابني. ما بقى أنطي للفقير الخاطر عجر. الله لما يقول لي ابني أنت أقول ما لي الأجر منك، أخوتي جواعي، إذا أنت ما تقدر تبعث لهم أنا أبعث لهم. أنا أنطي لهم، أنا أحاول. هكذا إذا ما بقى نعيش في هذا الماضي السعيد الواهم، ولا نعيش في المؤقت على اساس الزمن الحاضر هو ممل، وانتظر احد يونسنا، احد يضحكنا، انتظر فشيء. هذاك الوقت الزمن الحاضر راح يصير زمن انتظار. يسوع سافر وقال انتظروني راح اجي. اشو راح يجي؟ راح يجي على شكل مفاجاه، لا تعرفون باي ساعه يجي، بالاولى والثانيه والثالثه، لا تكونون غشم، اسهروا وصلوا، ما تعرفون. هاي المفاجاه انه ليش نتعجب لما يموت شخص؟ سبحان الله، شوف كل مره واحد يموت احنا لا تقول لا، وكانه الموت فد شيء. طبعا الموت طبيعي. اشوف كل مره يموت فد شخص نتعجب. ما نتعجب لما يولد، نتعجب لما يموت. والموت ماكو اكثر طبيعي منه. طبيعي كلش الموت. فاذا الموت هذا دهشه للانسان
اللي ما عيش الحاضر، اللي ما عيش المستقبل، اللي ما فكر بالمستقبل، اللي عيش يوم ويوم. واني بالمهجر اتصور الخطوره انه تعيشون الايام وتمر السنين وما تعدون من الايام الا مثل قبلهم كانوا يقولون السنه 365 يوم، بس يقولون ايش وقت ولد فلان؟ ها فلان ولد لما كان اكو ثلج كثير قدام الباب، فلان ولد لما مطرت، فلان ولد يوم اللي كان اكو حفل الزواج لفلان. ما بقى نتعامل مع الزمن الا تعامل هكذا نتف، ما هو تعامل مع انسان مشدود بالزمن الحاضر. انا هذا الشيء كنت اريد اقدمه واترك المجال للنقاش اذا اكو سؤال حول هذا الموضوع. اكيد كان ممكن، يعني اكو اشياء ممكن اقولها اكثر بعد، بس ما اريد بس انا احكي. نعم. ذكرت النقطة انه الماضي الانسان دائما يلجأ للماضي يعني لسببين، اما هو مو فرحان بالحاضر مالته سيلجأ للماضي، او هو خايف من المستقبل سيلجأ للماضي مالته. انا اللي اشوفه اقول يمكن اكثر يعني توضح الموضوع، انه الانسان بطبيعته ما يقدر يسلخ الماضي من حياته الحاضره، لانه الماضي هو اللي جاب الانسان لهالوقت. الماضي والحاضر هو اللي راح يحط الانسان للمستقبل. سو اشوف انه هي الماضي والحاضر والمستقبل هي حلقه مستمره ما بين انفصال. حقيقه الماضي اي ماضي، يعني انت يوميا تقوم الصبح تغسل وجهك، تفرج اسنانك، تفطر، تروح على الشغل. لما انا اقول لك اكتب الماضي مالك، ما راح كل يوم الصبح اليوم 11 قمت وغسلت وجهي وبلعت اسناني، وما راح تذكرها. هي اشياء كلش طبيعيه، يعني هسه ما نعرف ايش كانوا يفطرون بزمان يسوع. هي نقطة الروتين. احنا نتمنى نعرف ايشون زمان يسوع كان يشترون ويبيعون. لو ما العلوم الحديثة ساعدتنا نعرف زمان يسوع ما نعرفه. أنت ما تذكر من الماضي، يمكن ما تذكر إلا بعض الأشياء. الماضي مالك هو أنه 3 سنين الأولى وأربع سنين وخمس سنين الأولى من حياتك كل شيء ما تعرف عنه، والسنين الأخيرة من حياتك هم في غفوات الشيخوخة، هم كل شيء ما راح تحفظ منه. ولما تفوت بالعمر راح تشوف وتتعامل مع أبوك وأمك ولما الناس يفوتون بالعمر أن الماضي يتذكرون مثلا قبل 40 سنة بالضبط فلانية ايش كانت لابسة يوم زواج فلان، بس البيحة ايش اكلت ما تتذكر، او البيحة ايش صار ما تتذكر. اذا احنا انتقائيين للماضي. هذا الانتقاء انا اقول على صعيد الفرد ممكن يتطبق على صعيد الجماعة. لما انت تقول انا كداني او انا سرياني، اقول لك اشنو ايش معنى انت كلداني؟ اشنو انتماءك الى الكلدانه؟ قل انا كلداني لاني انا القش. فانا اللي قد اشوفه انه انتماءك الى الكلدانه قيمر من باب القش، والقش هي قريه بالعراق، مدينه بالعراق. هونك بالقش كنت تفرح لما تلتقي مع غير طوائف، مع غير جماعات، مو المسيحيين. اشون يجيك؟ لا احنا ما نقعد مع اهل القش، لازم نعمل لنا نادي وحدنا. هذا الانتماء الى هذا الماضي هو هلقد انتقائي، هلقد تعبان. انا فتحت عيوني راني اندهشت على بعض التصرفات من قبل المهجر مالنا، وكانه خايفين من فد شيء، خايفين من الاخر، لانه ما بالضبط مثلي. بس انا اقول لك محل عليته ومحل اشتيته هم راح يفتح النوادي، لان داخل القش ايضا اكو خلافات. فهوني اذا ندور على اختلاف والهاي. فالماضي مالك هو 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 اختيار. هذا الاختيار يكشفك، يكشف عيوبك، يكشف محاسنك. ايوه يعني كمحجر. نعم تعليق عن الماضي. الانسان بيكون ماضي اكثر، بيكون يعني الماضي هو جذور الانسان. فانت بتكون ببلدك عندك ماضي، عندك اهل، عندك عشيره، مو قصه بالحشيشات والشيشات والشيشات. عندي اهل يعرفوني، عندي ناس، عندي كنيستي، عندي جماعتي. بس من اجل هون انا طبعا زائره هون بالمهجر، بس عليك على انه قسم من اللي يجون ما يحسوا نفسهم ضايعين، يعني لا عندهم ماضي ينبسط، لا احد يعرفهم، لا احد يريد يساعدهم.
فيعني هذا ان اتطور ماضي الانسان كلش مهم، بس ان ناخذ شيء مهم من الماضي مالتنا، ما ناخذ القشور. يعني كل عراقي جاء هوني كان ببغداد يكون او بالموصل او باي حي، انا فلان ابن فلان من عشيره فلان، هذا الدعم له هذا جذور، بينما هوني ما يعرف من هو، يعني ما احد يعرف. نفسي مثل انا مسيحي، من انا اجي اقول وبقوه في بلد اسلامي انا مسيحي، اعرف اقول بقوه ايماني اني انا مسيحي، معناتها عندي ماضي اجيالي كانوا مسيحيين. يعني اتصور الماضي اللي هو يعني انت صراحه عده مواضيع بس ما اعطيت الحلول مهنده. لا الحل هو الانا. ايه الانا بس هل هو الانا؟ يعني الماضي، هذا الماضي أشكال وألوان هو يعني الماضي. أنا أشوف الماضي هو عشيرتي، يعني عائلتي، لغتي، هاي كلها على عيني وعلى رأسي. أي يعني ناخذ الأشياء المهمة. بس أنا لما أباوح على الأمريكان أو البولونيين أو الفرنسيين في طريقة تعاملهم مع الماضي مالتهم يختلفون عننا. أكيد إحنا ما علينا. هذا الاختلاف قي يكشف لي بالمقارنة أنه أكو سلبيات وأكو إيجابيات في تعاملنا مع الماضي. صحيح أبونا، بس كل اللي جوا هوني مثلا خايفين، صحيح خايفين، حتى اللي صار لهم فترة طويلة هوني، خذ مثل أوكلاهاما واقتصاد القنبلة، كل العراقيين والعرب يدهم على قلبهم، يعني ما كان أكو لو طلعوا أصلا شرحيين هذولي، ما كان عندهم مانع اللي كان بأي دقيقة يركبون كل العرب يطلعوهم من البلد. صحيح لو لا؟ كل الأمريكان كان عندهم حتى الكبار والصغار، الأغنياء والفقراء اللي عندهم أكبر مركز مدعومين بأسفل، أنا تقولي ما عندهم ماضي. بينما أحد أنت هسه من بلدك أن تكون عايش بلدك يقدر يقلك تطلع من بلدك؟ أبداً، تطلع أنت مختار، وكثيرين طلعوا لأسباب كثير، وكل واحد عنده ظروف. يعني ما نناقش هالموضوع، لأن كل واحد قطهم طلعوا لأن ظروف أجبرتهم على الطلعة، أو أكثرهم طلعوا للمعيشة. أنا ما حكيت عن الطلعة وعدم الطلعة، أنا أقول الطلعة صارت، بس أكو أحكيكم بالقصة يمكن تكشف شيء اللي أريد أقوله. بيكاسو سألونه في اليوم، قالوا له نفرض أنت ببيت وصار حريق، وبالبيت أكو لوحة للفنان رامرام وأكو بزوني، من راح تخلص اللوحة ولا البزوني؟ قال أخلص البزوني لأن حياة هاي أهم من اللوحة، رغم أنه بزوني ما يسوى له ولا فلس، واللوحة يسوى له ملايين الدولارات، هاي قيمتها عند الفنانين والسوق، بس قيمتها عند الله هي غير شكل. فبيكاسو عطى جواب حقيقي. أنا لما قررت أطلع من البلد أش أخذ معاي؟ أشياء مهمة. أخذ معاي أشياء مهمة، بس أنا اللي قد أشوف أنه الناس قيعتبرون هذا اللي قيعتبرونه مهم، ما هو مهم بالنسبة للناس الآخرين؟ يعني هذا الاختلاف حول أهمية الأشياء هو اللي دعاني إلى أن أسوي هذه المحاضرة وأطرح تساؤلات يمكن أكثر هي مهمة من الأجوبة مالتي. كانت سؤال الأربعة. نعم. بس أقول لك إحنا بنعيش هنا بالمهجر مثل محيط كاذب من ناحية التراث، لأنه أنا أضوع على نفسي أقول لك هالشيء، هواي من هالأشياء تصدر هي أشياء خارج، مع كل الأسف قسمها تصدر من الكنيسة نفسها أو من قسم من القسان، إنه قسم القسان يشوفون فد درجة من التعجرف من ناحية الكلدانية، إذا تحكي وياهم بعربي يقول لك ليش ما تحكي وياه بالسورة؟ زين إحنا هنا بالكلدان بأمريكا كم واحد هنا نتعلم اللغة الكلدانية؟ إذا إحنا هنا مهتمين باللغة الكلدانية، أنا كان عمري 12 سنة علمت اللغة الكلدانية بالعراق في بلد مسلم. على اساس في محيط كنا مضطهدين به حسب ما يقولون هنا، بس احنا هنا ندعي بالكلدانيه اكثر من المسيحيه. وصلت الى درجه يعني انا كنت مره مسؤول عن جوقه، فد مره صارت شو اسمه كان عندنا مديحه بالعربي، درجه المسؤول عن شو اسمه عن الكنيسه قال لي افضل افقد كلكم تطلعون ولا ترد تلوم في المديحة بالعربي، في حين بولس الرسول نفسه قال لأجل المسيح أنا أصير مع الوثنيين أصير وثني، مع اليونانيين أصير يوناني، الخاطر الجاسفر الخاطر البشارة. فإحنا همنا قسم الأدنى صايرين، أنا هيك صايرين مثل رهائن
لانه اكو هنا مثل قوه اقوى من عندنا بتقول لنا بانه انتم لازم تنتمون للكردانيه. بس المعنى صحيح اللي انت بتحكي تقول واحد لازم يكون حقيقي، هو لازم يفهم المسيحيه، لازم تكون مسيحي انت اولا كرداني ثانيا. بس هنا هوايه الموازين تبدلت واختلط اليابس ويا الاخضر مثل ما قلت. يعني شكرا على التعليق. الحقيقة أنا ما أريد نقع في جدال بين رجال يعني الكنيسة واختيارهم. أتصور الحيرة مالتهم هي قوية. يعني أنا متأكد أنه المسألة مو سهلة، يعني لازم الغرقان يشلب الفتشي حتى يطوف. كثير من يعني من أخوتي رجال الكنيسة إن كانوا كاثوليك أو حتى غير كاثوليك يقولون أنه اللي أنقذ المسيحية هو اللغة، اللي أنقذ المسيحية من الذوبان هو اللغة، ولو هذا ما صحيح بالنسبة للأقباط، ما صحيح بالنسبة للبنانيين، ما صحيح بالنسبة لكثير من المسيحيين من الشرق، وأنه يريدون يقولون أنه الكلدنة مالتنا هي هالشكل. أتصور أكو تيارات عديدة، وهذه التيارات هي غنى، يعني جدال وحوار. أنا ما أقدر أقول أنه أفكاري هي صحيحة 100%، ولازم أقنع الناس بيها. أنا أحاول أنه أفكر بطريقة شمولية، وهذه الفكر الشمولي يمكن هو فكر قد يبدو غير واقعي بالنسبة كثير من الناس اللي يحملون أفكار أكثر نقدر نقول انتقائية طائفية أو قومية. هل الأفكار هاي التيارات تنبع أيضا من حاجة إلى أيديولوجية، إلى فتشي إطار يعني للصورة؟ يعني تعرفون أنتم فن التصوير الفوتوغرافي أو الرسوم، الإطار هو نص الصورة، كلش مهم الإطار. لكن الإطار إذا أخذ أهمية زايدة عن اللزوم يغطي على الصورة. ممكن الصورة تشترون في اللوحة أبد ما حلوي، سووا لها إطار حلو يغطي على عيوبها. أنا أتصور الفقر الفكري والفقر الروحي هما أسباب هذه الصراعات اللي قد تبرز بيناتنا. لأن هالنوعين من الفقر، الفقر الفكري والفقر الروحي. لأن أولا انتمائنا إلى يسوع المسيح هو انتماء إلى رجال ثائر ثار ضد قوميته وضد ديانته وضد شعبه ورجال الدين صلبوه. تمام ولا ما تمام؟ إذا تغيير العقلية هو اللي صار سبب في صلب يسوع. لكن ايش سوى يسوع؟ يسوع عطى شيء ايجابي، بس ما اعطانه كجواب فكري. عطى يسوع الايجابي بموته من اجل حب الله. فاذا لما انا اقول انه الله يحب كل الناس البيض والسود والصفر، ونحن كمسيحيين كلدان او شرقيين كمسيحيين عندنا برد شيء نقوله للشعوب اللي جينا بيناتهم. ايش عندنا؟ ايش شنو عندنا اللي نقوله؟ عندنا نقول انه الماضي مالنا كان عظيم. ايه نقدر ناخذ من الماضي هذه الدروس فعلا، ايش قد عندنا كتب تمجد الماضي مالنا، بس انا افضل المستشرقين يمدحوني اكثر ما امدح نفسي. لان انا اذا اكشخ اذا رايح اتمكن قاعد يحكي لي انه عمي المرحوم كان عنده مكتبي هالطول وهالعرض، بس انت ايش سويت بيها؟ نحن وزعناها. هاي مشكلتنا، تراثنا الفكري وال تراثنا الغنى ماله كله في متاحف العالم. صدقوني اصغر عالم في جامعات الغرب يعرف عن العراق اكثر مما نعرف كل التم مجتمعين. ايش نعرف نحن؟ ايش نعرف عن العراق؟ ايش نعرف عن حضاره وادي رافدين؟ ايش نعرف؟ عندنا كتب قديمة هسه قد يعاد طبعها، صار لها 70 سنة انطبعت، وشفتوا الأخوة اللي طبعوها من هوني طبعوا لهم 500 نسخة وليس ساعتها ربع منبع. الناس ما يقرون، ويمكن إذا اشتراها هم يحطها بالمكتبة حتى يكشخ بيها بس ما يقرأها. احنا ما نقرأ لأن احنا بس الانتماء يهمنا، الانتماء الفكري. ما هو إلنا؟ ما نحن سبب النهضة العراقية؟ ما نحن سبب النهضة مع الدراسات الآثارية والبحوث؟ مكتبة أشور بانيبال مع الأسف ما نحن ترجمناها، وما حد بينا يعرف مسماري.
الغرب هو اللي ترجمه. الناس قالوا لي انا منو، وانتم تعرفون انه ما يشتهر في العراق الا اللي يشتهر برا وبعدين يحترمونه، بس ابن البلد ما يشتهر. قال يجينا واحد من الغرب، قال يكون فرشة فني يحطونه على راسه، قال يجني ابن البلد لو حامل 20 شهادة، نعرف انت قبل منه اشكي تتفلسف القائدة. مهما كان العراقي ما مقدر بنفوذه، مهما كان، بس يجي واحد اجنبي يحكي لنا كلمتين سورة، اوه يعرف سورة، هذا امريكي يعرف سورة. هاي المشكلة، المشكلة إلى عاطفية، المشكلة فكرية، والمشكلة روحية. نعم. موضوع خطير جدا مثير، وفكرة أيضا، يعني أنت أيضا وقعت نفس المشكلة من تخلينا في موقع في منزلة دون منزلتنا. يعني الموضوع مهم، ماضي الإنسان، ماضي العائلة، ماضي الجالية، فالموضوع جدا مهم. بلا ماضي ما نقدر نشوف المستقبل. كلدانية مشكلة عندنا بالمهجر، أتوقف عليهم بعدين إلى عند الثاني أكمل. أكمل بعدين. لا، ما وضعتونا، ما وضعتوكم، ما وضعتوا نفسنا دون منزلتنا، بقدر ما مثل ولد لما ما كيمشي بالمدرسة تحاول أن تحرضه على أنه يعني يقوم من اللعب ماله، من التلهية مالته. أنا أتصور أول شخص يستحق الانتقاد هو أنا، يعني أنا أنتقد نفسي. طبعاً إذا أنا ما تعب نفسي ما أقدر أنصحكم أنه لازم تعبوا نفسكم. أصور هذا الأسلوب وهذا التايب من التفكير حول نفسنا كثير أصعب من أسلوب التبخير على نفسنا. شوف أغانينا وأناشيدنا وكلتها مدح للذات، كلتها يعني قريته في إحدى الرزنامات اللي كنت طبعتها لخاطركم، شركة البيرة مال بيدوايزر تقول هذه الرزنامة على لسان الملك تقولتي نينورتا الأول مال شهر شباط مال 95، كن جابوا نص: وضعت قدمي على عنقه الملكي واستعملته كموطئ قدم. نحن يعني أجدادنا في اليوم كن حطوا رجليهم على رقاب ملوك مصطلعين. شوفوا ايش معناتها هاي؟ هاي معناتها الشخص اللي يريد يكتب هالشكل شيء، انه نحن هسه ذليلين يمكن، بس في اليوم احنا تنطيحنا حظ ملوك، حطينا رجلينا على عنقهم. انا اتصور هاي الصوره هي يعني يمكن الشخص اللي حط صور اخرى تمجيدا لابائنا واجدادنا. وهاي اوكي يعني البرنامج حلوه هي ولوحاتها كلش حلوه، بس انا اشوف جبتي المسيحية حتى تنطينا فد نوع من شعور بالذنب، انه ما هو هذا الاساس. يعني لما يسوع يقول ما جئت لأخدم جئت لأخدم، جاء ابن الانسان حتى يموت من اجل الناس، يعطي لهم خبز، يعطي لهم شيء، يعني مشاكل العالم خلصت، حتى نحن نجلب بمشاكل تافهة ونظل يعني ليش ننتقد القسان؟ يظلون القسان ينتقدون الاساليب مالنا بالحفلات والصرف والايش اسمه والاساليب اللي انتم نفسكم بزعت روحكم منها، بس المهجر مريض. فانا ما حطيتوكم اوطى من منزلتكم، بس يعني كعين غريبه جاي من البلد انا اقولكم المهجر مريض احسن مما يتمرض اكثر، على الاقل تعالج مهجركم مريض. شنو هالفلوس بهالبلد اللي نحن مساكين الناس رغم الظروف، رغم يمكن عندنا صوص من كل شيء، بس الناس قد تموت من الجوع. هوني الافات الدولارات قد تروح بحفلات كلكم عندكم اكل بالبيوت، بالتعازي فلوس، بالزواجات فلوس. وشفتوا فيلم عن التناول الاول والحفله اللي تصير بالتناول الاول، فيلم يخزي هالحفلات ما تناول اول تخزي، كلكم تستحون، بس يوم اللي يجي تناول اول ويأذي يقولون العالم نفس الشيء، هم تلبسون القبعه تلحقون الرفع تسوون حفله مثل الباقين، يعني خافوا. وهذا الخوف هو علامة على
هذا المهجر اللي ما بينه قيادة من الداخل ماله، قيادة قناعات بعض الناس تخلي 10 شباب وشابات يزوجون بلا حفلة وفلوس ألف عوافع على المحيط ونسون بيها بجزر الهواي، بس القصد لا يسوون حفلة، خلي تناول أول لا يسوون حفلة. أنا توسلت بالعراق بناس قلت لهم الله يخليكم عندي كتاب مع الأطفال ما عندي فلوس أطبعه للولاد، بدل ما تسوون حفلة أعطوني فلوس الحفلة أطبع بيها كتاب. أوكي اقتنعوا، طبعت الكتاب باسمهم، كتبت باسمهم، طبع هذا الكتاب بمناسبة تناول مع رفشني، أعطوني فلوس. بس يعني كانوا كثير متضايقين أنه ناس إيش راح يقولون. طبعاً الكتاب وكان الكتاب الوحيد اللي قدرت أقنع هذول أصدقائي أنه ما يسوون حفلة تناول، بس يطبعون كتاب بهالفلوس حتى يستفيدون الأولاد، وزعنانه كلش رخيص على الأطفال. يا ريت فد 7-8 كفلات، فد كم عائلة تقرر يابا قدام العالم أنا عندي وقدها وأقدر أصرف، بس هاي الفلوس ما أصرفها، أنطيها لفد مشروع خيري وأعمل فد شيء كلش بسيط حتى أقول للناس هكذا هي وخلي الناس تحكي علي. منو يتجاسر؟ صدقني ما حد يتجاسر، لأن بس بحر الجاسر سواها أكل وراتكو عندنا. نفس الشيء الناس حصار نفس الشيء، الناس خايفين من بعض. ليش؟ اوكي انتم محتاجين لقاءات، اوكي خلينا نسوي لقاءات بلا اكل. انا مشكلتي هسه الناس كلها اللي تحبني او لا تجي تعشى عندنا، بابا ما بدي اكل، لا الا تجي تعشى عندنا الا اكل. يعني الاكل والقعده حول الاكل معناتها ماخذ اهميه اسهل من اللزوم. خلينا نسوي حفلات بلا اكل، ليش؟ خلي نسوي سندويش بسيط نجمع الناس، لا اذا ما في شرب وونسا وباند ورقص ايش اسمه ما حد يجي. انا اتذكر بال 84 جيت لبغداد، لما كنا نسوي ديسكو كان يجون 200، لما نسوي محاضره كان يجي 20. اشعر شعري ليش؟ هذا الشيء ما تقولي بغداد اكيد مليانين حتى يسوون حفله. بس بعقب على المعلومات اللي بدنا اياها هسه، مشكلتنا هي مو لانه احنا المهجر هسه وتفكك وتشيب وتغيير بالقيم مالتنا، يعني هي يعني مشكله احنا موجوده بينا مش بالعراق لحد الان. يعني بس تنطي رايك، تصور الكنيسه هدف دور طبيعي بتوجيه الناس بالاتجاه العام اللي بتحكي عليه انت؟ الكنيسه، رجال الكنيسه المسيحيه، المسيحية ورثت من اليهودية منصبين مو منصب واحد. اليهودية كان عندها كهنوت وكان عندها أنبياء، هذا بالكتاب المقدس. الكهنة من سلط لاوي يعني هارون وانت نازل، والكهنة كانوا في زمن يسوع ماخذين حاصل فاصل الدين اليهودي ومسوين كوادر، اكو كهنه علية القوم، اكو حنان وقيافه اللي صلبوا يسوع، واكو عندك مجلس الكهنه والسنهدرين، وانت نازل الى هذول الكهنه مع القريه البسيطه، يعني ناس بسطاء. وعندك كان الانبياء. الانبياء منو هم؟ الانبياء هم ناس ما هم كهنه، لا، اكو انبياء كهنه مثل اشعيا، بس ارميا كان يرعى بقر صار نبي. كان اكو انبياء جاء من 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 غير طبقات اجتماعيه، قامت النبوءه. والانبياء ايش كانوا عاده؟ روح الله يشتغل بيهم ويصيحون ويعارضون. وفي المسيحيه فالتيار يصلح هذا التيار، فيقوم انه مثلا كهنه يعني يتخلون عن الفلوس او يعملون حياه رهبانيه. ليش اكو رهبنات في كل العصور؟ سبحان الله، اكو رهبنات في كل زمان. ام تيريزا، شارل دوفوكو، رهبنات قامت بقرن العشرين، القرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر، عندنا رهبنات قد شعراتها. رهبنات قسم منا ضخمه، قسم منا فقيره، قسم انقرضت، قسم كيتولت. بينما الكهنوت هو من البدايه. فمشكلتنا، مشكلتي انا ككاهن، هي انه اوازن في حياتي بين الوظيفه وبين النبوه. هذا اهتدائي انا. هذا اهتدائي انا، هاي مشكلتي انا، مشكلة كل قس، مشكلة كل مطران، هو انه هل هو اكثر نبي مما هو كاهن؟ هاي مشكلتنا. وفعلا الدعوة الكهنوتية هاي هي. فمرات اكو ناس عندهم دعوة ما يصيرون قسان، ليش؟ لان
يمكن اكو حواجز امام دعوته ممن او قسم يقولون لو القسطاني يزوجون كانت تنحل مشكلتهم. لا ما تصور هي مشكله. يمكن هسه كنا نحكي عن مشكله زواج الكهنه، لو زوجناهم راح نحكي بعد مده عن مشكله طلاق الكهنه. تقصد الماضي نجيب جذور مالته، يعني نجيب الاشياء مثل الاشياء الرئيسيه من البلد اللي عشناه بالمجر، اللي هي مثلا تقاليد البلد اللي عشت فيه او الديانه اللي عشت فيها مطبقه هنا، او ايش تقصد فيها بالضبط؟ صدقني الماضي، الماضي هذا السؤال ما اريد اجاوب عليه، بس انت حصلتني وخليتني اجاوب عليه، انا فعلا مثل ما تفضل وقسم انه انا ما جاوبت على السؤال. الماضي مشكله كبيره. الماضي علم نسمينه علم التاريخ، بس هسه الماضي ما كان يدرس بالتاريخ فقط، كان يدرس بكل العلوم الانسانيه. ماكو كتاب طب تمسكونه ماكو بينه فصل الاول تاريخ الطب، ماكو كتاب هندسي ما بينه تاريخ الهندسه. هذا علم الماضي يسمونه علم الابستيمولوجيا، علم العلم، علم تكون العلم، علم النظره مال الانسان على العلم. هذه عالم واسع هو، بس انا اللي اقوله انه ما اقدر ادخل بتفاصيل تعريف الماضي بقدر ما اخذته فقط العقليه البدائيه في تعاملها مع الماضي مالنا. يعني من كل التراث مالنا، من كل الغنى مالنا، المسيحي والاشوري والبابلي والكرداني والسرياني والتقصي، احنا اعتق شعب بالعالم، اعتق شعب بالعالم واثقف شعب بالعالم واول شعب كتب بالعالم. هاي كلها هاي نقدر نقولها نحن أول منطقة بالعالم كونت مدن. أقدم مدينة بالعالم عراقية، أقدم مجتمع بشري عراقي. مشكلتنا اليوم اللي قصفونا، سمعتوا بالراديو مدير جامعة، رئيس جامعة شيكاغو قال، ها؟ قال إحنا لنسوي حرب أجهل شعب كي يضرب أثقل شعب. أثقل شعب بالعالم بالتراث يضرب اغنى شعب بالتراث. نحن قد نقتل جذورنا. هذا العالم قال لي بالعراق، وقال فالنقم انا ما كنت اعرفه، قال لي بالعراق وين ما تضربون قنبله قد تمرون اثار. بالعراق اغنى بلد بالعالم بالاثار، فيه نص مليون موقع اثري، نص مليون، 500,000 موقع اثري. جيتم انتم دفيتم 2000 طن قنابل براسهم هذولي، انتم ايش تسوون؟ فعلا علماء جروا الانتباه على ايش نسوي، بس نحن عايشين فوق هذه الارض من هذا الماضي ما نعرف الا من الجمل ابنه وبس، ايش ما نعرف؟ ايش ما نعرف؟ ولهذا بدل ما نضيع وقتنا بحفلات ونرقص نفس الرقصات كل وقت، تعالوا يابا يا جماعه تعالوا نعرف نفسنا، تعالوا نعرف تراثنا جذورنا. خلي يجي السرياني على راسي والكلداني على راسي والقوشي على راسي والزفولي على عيوني، خلي يجي ويجيب لي شيء يعرفه عن منطقته. هو منو يعرف؟ منو يعرف ايش قد مناطقنا مدروسه تراث؟ يا ريت يا ريت كل واحد من منطقته يسوي لنا فالكتاب على منطقته، فالكتاب على جذوره، فالكتاب على لهجته. احنا نحكي سورة، اذا واحد جاء من غير لهجة حتى سورة شوية تختلف الكلمات، نضحك علينا، نضحك على لهجته. انا احكي مصلاوي، انا ولدت بالموصل، تربيت بالموصل، احكي مصلاوي، بس كان يضحكون ليش تحكي مصلاوي؟ ايش حلفتني؟ يعني كأنك لا ما انت ما حتى لما نحكي سورة، شو هذا يا اخي سورة مال عالم لا منطقة، لازم اصلا تحكي. انا رحت وقدرت بلوس انجلوس قالوا لي لازم تحكي سورة مال ايران مال ارميا، دير بالك دير بالك تستعمل كلمات عربية هذول يتخبرون ارعبوني. سورة مالي شفتونه فالسورة كلش ما يسوى، لازم استعمل كلمات اتجنب الكلمات العربية. ليش هذول ما يسوى؟ هذا ارهاب. يعني انت ما تحكي شلون يمكن مسيحي وما تحكي؟ انا لا احكي على هذه المشكلة. فلنفرض ان عندنا الديانة توضحها مالي تعرفوها ما راح يجوني غيره او راح يمسون الكلام عن واحد. لان لاحظت انها فلنفرض الدرجة الأولى اللي هي الكنائس مالتنا يعني ما شفت الحجام بين الكنائس بين رؤساء الكنائس مع بعض الشيء اللي ما استفيدها. قالوها هذه مشكلة، ما قلت لها شرحتوها هذه المشكلة. المشكلة أنه رجال الدين هم ولادنا،
ولاد كنائسنا ولاد مشاكلنا. انا قد افتح في المشكله اصور كبيري كبيري، وتوقعاتي المستقبل هي انه ما دام قيفلتون ولادكم من ايدكم بكثير جوانب، وكثير جوانب منها خفيه ومنها ظاهره، بكثير جوانب تغيير الديانه، تغيير الديانه اذا ما يحدث من الداخل يحدث من الخارج. يعني الولد اللي ما يشبع ببيته يروح ياكل بالمطعم. فاذا نحن ما نشبع اولادنا، ما نقلق على اولادنا، ما نحاول ان ندير بالنا على هذا الحذر. انا يمكن قد احطكم امام مشكله كلش كبيره، بس اريد اقلقكم، اريد اخلق عندكم هذا القلق، القلق قلق الصحه. مثل فد واحد يقولوا له ترى انت راح يصير عندك كوليسترول اذا تاكل كم من هذا الاكل، هذا اذا تخوفه شوف بعد كم يوم يسوي رجيم يصير صحته مليحه، اذا زين سوي تخوفته. لا اذا نظل ناكل هالفقوطه وهالكبتي مثل قبل هي ثانيه، ليش يموت قبل وقت المسكين؟ لا اخوفه، الطبيب يخوف مريضه حتى يكشف له العيوب مالته. انا اتصور احنا يعني لازم تعرفون انه يعني ما اتكلم فقط بصفتي رجل دين، لكن بصفتي مهتم بهاي المواضيع من عدة سنوات، واعلم هذا الشيء لمئات الشباب بالعراق، واحاول انه هذا التغير اللي نحتاجه من الداخل يحدث عندنا. يعني يجي شاب والشابة يجون الشباب يلقون بالكنيسة، ليش تكون الكنائس مال عجائز وش اسمه وشياب بس واطفال؟ ليش تكون الكنائس؟ ليش ما يجون الشباب المثقفين يسمعون كلام طيب؟ بالمانيا ما قبل الحرب العالمية الثانية كان يقولون المرأة إلى ثلاث كاف، كيشة كيرشة وكيندر، مطبخ وكنيسة وعجائب. هاي كانت، وهاي العقلية كانت سائدة أنه الرجال يستحي الرجال، حتى بالعراق بالخمسينات أبوي كان يستحي وعده يوصلها لامي على البيعه ويقف حوش مسكنتها يدينه بجيوبه وجقارته بتمه، يقف يحكي مع اصدقائه وخلصت البيعه مشي معها وصل للبيت. هو بعد بيعه بس وقف بالحوش. فعدم اهتمامه، عدم اهتمامه بالديانه، عدم اهتمامه بالديانه ما من جانبه الطقسي، يمكن يعني الديانه بالخمسينات كانت فقط طقوس طويله بلغه غير مفهومه، يمكن هاليوم صارت يعني صارت اطيب، صارت احسن، منها تصير اطيب بعد اكثر وجذابه اكثر، واللي وجذاب وصعوبه العيش هوني اصعب. يعني لو اصير قس هوني في امريكا اتصور راح يبيض شعري اسرع. ليش؟ لان لازم اتكيف على عقليات المهاجرين وعقليات الجيل الاول وعقليات الجيل الثاني. انا متاكد اذا احكي انجليزي مشقلب العجائر راح تكون علي. فاشن ارضي هذولي وارضي الكبار وارضي اللي كان عاشوا بمسكنته وارضي اللي كان عاشوا بالقوش او ارضي كان عاشوا بتلكيه. هذول يحبون الترتيل دنيا زائله ما كنت نعمل زمان لازم نقولها. هاي لازم نقول تراتيل مال الاول ولازم ارضي العجايز. فاذا انا عملت بيع للعجايز افقد الشباب، واذا عملت بيع للشباب وكلها جيتار وطنطنه افقد العجايز. بلش يخلصها. يعني المشكله ما هي بس انتماء الى قرى، المشكله هي طبقات الشعب نفسه. هم صعب الرضا، تعال رضيهم هذول كلهم. نعم. وليس الرجال يقدر يشوي شويه لطيف واحد يصير يجيب
واحد من السعوديه وواحد من الصغار. لو هي مو لازم تبقى مثلا انت تسوي يعني لكشر الرجال الدين اول ومنهم انتم تضيعون الناس بدينكم بيقول لكم متى تصيروا الصور؟ كل واحد من الناس اللي المسألة ما هي مسألة لا المسألة ما هي مسألة رجال دين المسألة مسألة ما هو الدين ما هو الإيمان ومنه نحن أتصور الديانة المسيحية ما هي ديانة هي فتشيء آخر أكثر من ديانة هي حياة والمسألة انقسام رجال الدين أتصور يعكسون انقسامات الموجودة عندنا نحن كطبقات أفقية وانقسامات عمودية مسألة أنه إذا اجتمعوا رجال الدين راح يعملون أصور المسألة لا ما تجي من هوني المسيحيين الأولين ما شعروا في اليوم بانتماء إلى رجال الدين إحنا خدام انتماءنا من البداية مارغولوس نفسه راح يتصارع يقول أنتم قسم سمعتم تقولون أنني لبطرس وآخرون لبولس وآخرون لأبولس لماذا انقسمتم؟ يا أيها الجهلة هل بطرس مات من أجلكم أم بولس انصلب؟ يسوع المسيح لازم يأخذ الأهمية يسوع المسيح مشكلة يسوع المسيح مشكلة لأنه يقول الإنجيل يسوع المسيح عاش ويا تلاميذه ولنهاية ما افتهمونه ليش؟ لأنه لما نالوا الروح القدس افتهمونه يعني أكو في انتمانا إلى المسيحية فتشي نطلبه من الله يسوع ما قال للمسيحيين أأمركم أن تكونوا واحدا لا يسوع يصلى يقول يا أبتي ليكونوا واحدا كما أنا وأنت واحد يعرف يسوع أن الانقسامات هي جزء من طبعنا والمسألة ما هي أنه يروحون يصيرون إنجيليين أو شهداء المسألة هي أنه الانقسام من الكنيسة يعقبه انقسام آخر أنا أحب أخوتي المسيحيين إن كانوا أرثوذكس أو بروتستان بس أقول المشكلة مع كل الكرائسية مشكلة الانقسام البروتستان 1500 قسم الإنجيليين 72 قسم بس يحملون كلمة الإنجيليين هذا الانقسام رغم كل شيء نحن مدعوين أن نصير كنيسة واحدة البابا يقول أنه كل المسيحيين قبل الألف الثالث لازم يتحدون هذا الاتحاد أشنو؟ اتحاد ما هو أن نذوب في لون واحد الاتحاد هو أنه نصير أصيلين يعني ما يصير العراقي يتبرى من عراقيته حتى يتأمرك ما يصير يفقد أصالته ولما حكيتي على مال أوكلاهوما هاي الأوكلاهوما يعني تيارات التعصب الكسينوفوبيا وكراهية الأجنبي موجودة بهالبلد موجودة في أوروبا تيار التعصب قتلون لينكولن المسكين 1862 لأنه حرر العبيد جين سوى حر العبيد فرحت ومريت وشفتوا شارع اسمه شارع مارتن لوثر كينج ولوثر كينج انقتل لأنه حارب التعصب حارب التعصب موجود بينا التعصب موجود بيناتنا فنحن لما نشوف في هذا البلد يقوم ناس أنبياء مثل مارتن لوثر كينج يموت من أجل حرية السود وطلع السود من الجيتو مالتن يقول هذا البلد يقدر يفتخر مو بالتعصب يفتخر بمارتن لوثر كينج فاذا نحن احنا اولاد صراع اولاد يسوع المسيح يسوع المسيح هو مصلوب يعني ابن صراع هذا الصراع اقول ما نسوينه ضد ناس فلما نحن نقعد نحكي عن قسان هذا مو الصراع الصراع الحقيقي اسوينه داخلي وبيتي وبيناتنا ومع نفسنا اتحداكم انه انتم تقدرون تسبحون ضد التيار وتعملون مثل ما قلتوا ضد المجتمع بأشياء الموزنة ما تمشون خلف عقليتهم وهي ليش راحوا أخذوا وحدي من غير ملي ليش أخذوا من غير مدينة ليش أخذوا من غير اسمعكم عندنا خيرنا لا يروح لغيرنا كل عمك خالتي يتزوجوا أنا شفتوا تخلف هوني من هالنوع في أمريكا ما شايفوا عندنا بالعراق تفضلي I'm sorry, I'm going to have to speak in English. I can express myself better in English. So I hope you don't mind me. I think the history of this country, as far as the ethnic groups are concerned, it's just stages that we have to go through. This is the stage that our ethnic group is going through. It goes through stages. If you take the history of the
the Jewish people. They all went through the same thing before they integrated into this society. Same thing with the Chinese, same thing with the Japanese, with the English, with the Polish, with the Italian. They go through a history of integrating into the society. I think that's what's happening to us here, is as far as whatever, because we have so much outside interferences from the society, from the American culture, that we tend, in order for us to fit and to be able to live in the society and rear our children to fit it in the society and be able to understand the friends and the school and whatever, we tend to forget really not even remind ourselves as far as our own culture, just so we can fit in the society and grow with the society. But you are right, sometimes there are certain things that the ethnic group does is just outrageous. صحيح. أنا ما تكلمت الحقيقة، كان ممكن أتكلم عن موضوع كيف الجالية توازن بين الحضارة الجديدة والحضارة القديمة. أنا ما هذا كان موضوعي. أنا موضوعي ما نحمله من الماضي أشنو، بس هذا كان. فهذا موضوع ثاني ممكن نسوي محاضرة أخرى طويلة وعريضة، بس ما هذا موضوعي، لأن ما حكيته عن التكيف. صراعات ابن المدينة تختلف عن صراعات ابن القرية، حاجاتنا تختلف. صحيح أكو اضطرابات تكيف ضخمة صارت، هذا صحيح، بس أنا اللي أقول أنه تشخيص اللي حاولت أسويه له باقي المحاضرة حتى يمكن يطلع اهتماماتكم أو قلقكم أو انتقاداتكم من الموضوع الاعتيادي التقليدي، من انتقاد الخسان انتقاد الخسان وهاي، إلى موضوع آخر يمكن يستحق أن ينبحث أو يندرس. أنتم بصور عندكم إمكانيات كثيرة أنه تدرسون وتتعمقون بينهم. فعلاً تعليق الأخت هو كلش يعجبني، أنه ممكن ندرس البولونيين أشون جو، الروس أشون جو، الصينيين أشون جو، وأشن التحولات اللي صارت عندهم، فبالمقارنة نقدر نعرف نفسنا. هذا صحيح، ممكن يدرس. أوكي، ما أريد أخذكم أكثر. ممكن بس أقول كم شيء، أنه الناس بدأت ملاحظة، بس أكواني محاضرات قديمة، والأخت كاميليا عندها مجموعات من الأشياء في الحضرة لكم، هي ممكن بعد المحاضرة تشوفون أشكلة تحتاجون تطوير وازدادة في مواضيع من دراسات ومحاضرات في سويت. نعم، تفضل. شلون نعرف هالقضية هذه؟ الجيل الضاعف ماكو أي ديانة في المدرسة، ومن البيت حمينا يعني باقوا ذاك الأشياء في المدينة، هذولا كلهم يبنون نفسهم، شو راح يبنون نفسهم؟ وكل غريب للغريب نسيبه. أنت قولي هذا قلقك لزملاء وزميلات مثلك، أباء وأمهات مثلك، قولينه، اجتمعوا، سووا لجنة السيدات القلقات على مستقبل أولادهم، اجتمعوا مرة بالشهر، حاولوا أن تحطون قلقهم سوا. أتصور بالاتحاد قوة، مثلا أب يقلق على أطفاله الصغار من الشارع، خلي يقعد مع عدة آباء. ليش الشيخانة تكون مكان بس للطاولي وللعصنيف وللأشياء؟ ليش ما تكون مكان لتجمعات؟ خلي واحد ياخذ بادرة. يعني حقيقة البوادر اللي صارت هوني، أنه أنا درست الدورة اللاهوتية، وقسم من طلابي قسم منهم موجودين هوني، قلقوا على حالة الجالية. هذا قيصور هو دعاني إلى كندا قبل سنتين، سويت أربع محاضرات الدورة.